glucose-6-phosphate dehydrogenase or G6PD test. في الفيديو ده هنتعرف على كل المعلومات الخاصة بالG6PD test واللي بتشمل الفانكشن اند indication of G6PD test. كمان هنتعرف على كل الميثود فور استيميشن، وكمان هنتكلم على الانتربريتيشن، كل الاسباب اللي تؤدي للانكريز او ديكريز في G6PD انزيم. الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز بنختصره بالG6PD تيست. العينة اللي بنستخدمها بتبقى عينة الوول بلاد، بنجمعها على الإيديتا. الريفرنس فاليو في النيوبورن بتبقى 7.8 ل14.4 انترناشنال يونت لكل جرام هيموجلوبين. في الأدلت بتبقى 5.5 ل9.3 انترناشنال يونت لكل جرام هيموجلوبين. الميثود اوف استيميشن بنستخدم مجموعه من الدياجنوستيك تيست فور استيميشن اوف G6PD. اول تيست وهو الفلوريسنت ناد بي اتش سبوت تيست، وده يعتبر اهم واسهل اختبار بنستخدمه فور دياجنوستيك اوف G6PD ديفيشنسي. الاختبار الثاني هو الرابيد كارد تيست. الاختبار الثالث باستخدام السبكتروفوتومتري وبنقيس G6PD اكتيفيتي. الاختبار اللي بعد كده عباره عن البي سي ار ميوتيشن ديتكشن تيست. أول اختبار وهو الفلوريسنت تيست، بنجمع عينة الوول بلاد على الإيديتا وبناخد 10 مايكروليتر من عينة الوول بلاد وبنحطها على 100 مايكروليتر من الرياجنت اللي بيتكون من الناد بي زائد الجلوكوز 6 فوسفيت. بعد كده بنعمل انكوبيشن عند 37 درجة مئوية، وبعد كده بناخد 1 دروب من الميكتشر وبنحطها على فلتر بيبر وبنسيبها يحصل لها دراينج، وبنحط دروب عند الزيرو تايم وعند 5 مينت وعند 10 مينت من عملية الميكسينج للبلاد مع الرياجنت. بعد ما بيحصل دراينج للدروب على الفلتر بيبر بنحطها اندر الالترا فايلوت لايت عند ويف لينث 365 نانومتر. بيبقى فيه جهاز مخصوص بالشكل ده بنحط الفلتر بيبر فيه، وبعد كده بنفحص الفلوريسنت في دارك روم عشان نقدر نشوف الفلوريسنس الموجود في الفلتر بيبر. النتيجة بتظهر بأحد الاحتمالات، يا إما بيبقى فيه كومبليت فلوريسنت للسبوت وده بيدينا انديكيشن للنورمال G6PD انزيم اكتيفيتي. الاحتمال التاني بيبقى فيه انترميديت فلوريسنس وده بيدينا انديكيشن على الانترميديت G6PD انزيم اكتيفيتي. انما في حالة الابسنس للفلوريسنس السبوت بتظهر دارك في الكالر، وفي الحالة دي بتدينا انديكيشن على الديفيشنسي للG6PD انزيم اكتيفيتي. وزي ما قلنا احنا بنعمل سبوت في الزيرو تايم بعد 5 مينت وبعد 10 مينت من عملية الميكسينج للبلد مع الرياجنت. الاختبار الثاني وهو الرابيد تيست، بنستخدم الكارد في الديتكشن للG6PD. في حالة النورمال G6PD اكتيفيتي بيظهر الكالر في المنطقة دي، بينما في حالة الديفيشنسي ما بيبقاش فيه كالر في منطقة الديتكشن، عشان كده بيبقى فيه ديفيشنسي للG6PD. الاختبار بعد كده عن طريق استخدام الكيتس المخصصة لقياس G6PD وبنقيسه على جهاز السبكتروفوتومتر. والسبكتروفوتومتري بيقيس G6PD اكتيفيتي من خلال ان هو بيقيس تكوين الناد بي اتش، وكل ما بتتكون كمية كبيرة من الناد بي اتش بيحصل ديفرنس في الابسوربنس. الابسوربنس بتتغير كل ما الوقت بيعدي، عشان كده احنا بنقيس الديفرنس في الابسوربنس عند 340 نانومتر اوفر تايم. الاختبار ده بيقدر يقيس لنا كوانتيتيف ميجرمنت للG6PD. الديسكريبشن، الG6PD او الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز عباره عن انزيم بيبقى موجود انتراسيلولر في كل الخلايا الموجوده داخل الجسم. والجلوكوز 6 فوسفيت بيبقى فيري امبورتنت للريد بلاد سيلز، لان الخلايا الريد بلاد سيلز بتبقى مور سنسيتيف. G6PD involved in hexose monophosphate shunt، ودي عملية من عمليات الميتابوليزم للكربوهيدرات inside the cell، واللي بيبقى لها دور مهم جدا في البروتكشن of hemoglobin from oxidation. G6PD deficiency عبارة عن hereditary disease، مرض وراثي بنسميه X-linked recessive inherited abnormalities، بيظهر بشكل كبير جدا في الميل أكتر من الفيميل. والديفيشنسي للG6PD بيؤدي لحدوث الهيموليسيس للريد بلاد سيلز. ما بنيجي نشوف دور G6PD بالتفصيل اثناء عمليه الميتابوليزم، قلنا ان هو له دور مهم جدا
في الهكسوز مونوفوسفيت شنط. الجي 6 بي دي مسؤول عن تحويل جلوكوز 6 فوسفيت الى 6 فوسفو جلوكونيت، وكمان بيحول الاكسيدايزد ناد اللي احنا مسمينه ناد بي بيحوله لريديوزد ناد اللي بنسميها ناد بي اتش. بعد كده الريديوز ناد بي اتش لها دور مهم جدا داخل السيلز، بتشتغل ككو انزيم للجلوتاثيون ريدكتيز، والانزيم ده مهم لتحويل الاوكسيدايز جلوتاثيون لريديوز جلوتاثيون، وبتتحول الناد بي اتش للناد بي مره ثانيه. تكوين الريديوز جلوتاثيون داخل السيلز بيبقى مهم جدا لانه بيشتغل ككو انزيم للجلوتاثيون بيروكسيديز انزيم، واللي بيبقى له دور مهم في تحويل الهيدروجين بيروكسيد لووتر، وبيتحول الريديوزد جلوتاثيون للاكسيدايزد فورم من الجلوتاثيون. تحويل الهيدروجين بيروكسيد لووتر خطوه مهمه جدا داخل السيلز، لان الهيدروجين بيروكسيد عنده القدره ان هو يكون الفري راديكال اللي احنا بنسميها الشوارد الحره، ولو اتكون بكميه كبيره جدا داخل السيلز بتعمل اوكسيداتيف دامج للسيلز، بتكسر السيلز. عشان كده الجي 6 بي دي مهم جدا لانه هو اللي بيبتدي السايكل. لو حصل ديفيشنسي للجي 6 بي دي بالتالي الناد بي اتش مش هتتكون، وبالتالي الريديوز جلوتاثيون مش هتتكون، عشان كده بيتكون كميه كبيره من الهيدروجين بيروكسيد، واللي بيؤدي لتكوين كميه كبيره من الفري راديكلز، واللي بتؤدي للاكسيداتيف دامج للسيلز. عشان كده داخل الريد بلاد سيلز لو حصل ديفيشنسي للجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز بيؤدي في النهايه للهيموليسيس او تكسير الريد بلاد سيلز. ومن الرسمه اللي فاتت دي بنقدر نحدد الفانكشن للجي 6 بي دي بالتحديد. الجي 6 بي دي سبلايز ريديوسينج انرجي تو ذا سيلز، وخاصه في الاريثروسايت، لانه بيقدر يعمل مينتيننج للليفل اوف كو انزيم اللي هو الناد بي اتش. والاسم الكامل للناد بي اتش عبارة عن نيكوتينامايد أدينين داي نيوكليوتايد فوسفيت. تكوين الناد بي اتش بيبقى مهم جدا للمينتيننج للليفل للجلوتاثيون، وخاصة الريديوزد فورم من الجلوتاثيون، اللي بيساعد في عملية البروتكشن للريد بلاد سيلز اجينس الاوكسيداتيف دامج، لانه بيمنع تكوين الفري راديكال انسايد ذا سيل. في حالة حدوث الديفيشنسي للجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز بريديسبوز individual to hemolytic anemia، واللي احنا بنسميها non immune hemolytic anemia. في حالة تعرض ال individual للoxidative stressor سواء الدراجز او الانفكشنز. الانديكيشن اوف G6PD test، اول حاجة احنا بنستخدمه for identifying the cause of hemolytic anemia resulting from G6PD enzyme deficiency. بيساعدنا بشكل كبير جدا في حالة حدوث الهيموليتيك انيميا of unknown cause. فالاختبار ده بيقدر يتعرف على الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز ديفيشنسي، وبنقدر نفرقه ما بينه وما بين الاسباب الاخرى للهيموليتيك انيميا. كمان assist in identifying unknown cause of prolonged jaundice in the newborn. ما بيحصل ديفيشنسي للجي 6 بي دي في النيوبورن بيؤدي للهيموليسيس، والهيموليسيس بيؤدي للجوندس، وده بتبقى بنسميها برولونجد جوندس. في الحاله دي الاختبار بيبقى مهم جدا عشان نعرف سبب الهيموليسيس والجوندس، ونفرقه عن الاسباب الاخرى اللي بتؤدي لحدوث الجوندس في النيوبورن. الانتربريتيشن الديكريز ان جي 6 بي دي بيحصل في حاله الهيرديتري ديفيشنسي للجي 6 بي دي. كمان بيحصل deficiency للجي 6 بي دي في النيوبور، وبيؤدي لحدوث النون اميون هيموليتيك ديزيزز في النيوبور. كمان بيحصل ديكريز في الجي 6 بي دي في حاله الهيموليتيك انيميا، وكمان في حاله الانفكشن، لان بيحصل اكسسيف ديستراكشن للريد بلاد سيلز في حاله الهيموليتيك انيميا، وكمان بيحصل اوكسيداتيف ستريس في حاله الانفكشن، واللي بيؤدي للاكزوشن اوف جي 6 بي دي. The deficiency of G6PD is characterized by، من العلامات المهمة جدا للديفيشنسي للG6PD هو حدوث الأنيميا، وهي بتبقى عبارة عن hemolytic anemia بتحصل نتيجة للديفيشنسي للG6PD نتيجة للأوكسيداتيف ستريس. والأوكسيداتيف ستريس بيحصل نتيجة للبريسيبتيتنج فاكتور زي في حالات الانفكشن أو الفافيزم، زي في حالات الإيتنج للفافا بينز. كمان certain medication زي السلفا دراج او البريميكوين اللي بيستخدم في علاج الملاريا. كمان الديفيشنسي للجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز بيؤدي لوجود الريد بلاد سيل ابنورماليتيز زي الهاينز بوديز والبايت سيلز.
الهايز بودي بتظهر عبارة عن abnormal bodies موجودة داخل الريد بلاد سيلز في different size، بتبقى موجودة في أماكن مختلفة داخل الريد بلاد سيلز، ودي بتحصل نتيجة للأكسيداتيف دامج للهيموجلوبين. بيحصل denaturation للجلوبين اللي هو الجزء البروتين الموجود داخل الهيموجلوبين، والجزء اللي بيحصل له denaturation بيحصل له precipitation داخل السيتوبلازم، عشان كده بيظهر في صورة round body موجود داخل السيلز، يا يعني اما بيبقى موجود في السنتر او موجود على البريفري باحجام مختلفه زي ما احنا شايفين. وجود الهايز بادي علامه مهمه جدا على حدوث الاكسيداتيف ستريس داخل الريد بلاد سيلز، وبيدينا انديكيشن على الديفيشنسي للجلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز، واللي بدوره بيقلل ريديوسنج انرجي داخل الريد بلاد سيلز. ونتيجه لوجود الهايز بادي داخل الريد بلاد سيلز بيؤدي لتكوين البايت سيلز. البايت سيلز زي ما احنا شايفين بتبقى موجوده اثناء ما بنعمل البلاد فيلم، بنسميها البايت سيلز لان بيحصل لها بارشيال فاجوسايتوزيس عن طريق الماكروفاجز نتيجه لوجود ابنورماليتيز داخل السيلز، وهي وجود الديناتوريشن للهيموجلوبين. عشان كده بيحصل بارشيال فاجوسايتوزيس، فبيحصل تشينج في الشيب بتاعه السيلز اللي احنا بنسميها البويكيلوسايتوزيس، وبتبقى مميزه جدا البايت سيلز في حاله وجود الجي 6 بي دي ديفيشنسي. الانكريز في الجي 6 بي دي بيحصل في حالات مختلفة زي في حالات الفيرال هيباتيتس او الهيباتيك كوما، كمان بيحصل في حالات الهايبر ثايرويديزم، كمان بيحصل في حالات الميوكارديال انفاركشن، وكمان بيظهر في حالات البرنيشس انيميا. في النهاية بقى احنا تعرفنا على كل المعلومات الخاصة بالجي 6 بي دي. عرفنا ان الجي 6 بي دي عبارة عن انزيم بيبقى موجود داخل الريد بلاد سيلز. الجي 6 بي دي بيبقى مهم جدا فور مينتيننج ليفل اوف كو انزيم اللي هي الناد بي اتش او ريديوسد ناد بي، والمهم جدا في تكوين الريديوسنج انرجي انسايد سيلز. الديفيشنسي للجي 6 بي دي بيحصل نتيجه للانهيريتد ابنورماليتيز. الجي 6 بي دي ديفيشنسي بيؤدي لحدوث الهيموليتيك انيميا نتيجه لحدوث الاكسيداتيف ستريس داخل الريد بلاد سيلز. عشان كده الجلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز من الاختبارات المهمه جدا داخل المعمل في اكتشاف الهيموليتيك انيميا اللي بتحصل في حالات الديفيشنسي للانزيم. واحنا بنعمل مجموعه من الاختبارات التاكيديه، ومنها ان احنا بنعمل بي سي ار عشان نشوف الابنورمالتيز الموجوده في الكروموسوم.